بسم الله الرحمن الرحيم. من قناة عبود للزراعة أرحب بكم اليوم، وسنقوم بإنشاء فيديو عن الزيتون ورعاية الزيتون والسقاية والتقليم وتقليم السرطانات التي تحت أشجار الزيتون. وهذه السرطانات يجب أن تلاحق للفلاح الرسمي، أن يلاحقها في كل فترة وأن لا يجعلها تنمو، لأنها تضر بالشجرة، وخصوصا في فترة الربيع، حيث أن نمو الأشجار المثمرة يبدأ بالارتفاع. نأتي إلى هذه الشجرة، نقوم بقص وقطع الأفرع أو السرطانات الداخلية، بالإضافة إلى الأفرع التي تنمو وتكون مزعجة للشجرة. سأقوم بقص بعض الأغصان التي قريبة من الأرض وتقليم الشجرة بشكل عام، بحيث لا نؤثر على، وهو تقليم وقائي وليس تقليم عام. نقوم بقطع السرطانات الصغيرة التي في قلب الشجرة وفي أسفل الشجرة. طبعا هذه السرطانات التي في قلب الشجرة هي من النوع الذي يضر بالشجرة ويأخذ كمية عالية من الغذاء، وهي كالتقزيم، نرى أنها كالتقزيم، وهذه من علل الأشجار ومن مساوئ عدم نمو الأشجار بهذا الشكل. لذلك سنقوم بجولة حقلية لشجرة أخرى، ونقوم بقطع أيضا السرطانات التي في الأسفل، ويجب محاربتها. سنذهب إلى هذه الشجرة وسنرى أنها نمت بها سرطانات صغيرة بعد سقايتها، ونحن في فصل الربيع وفي 22 من شهر آذار. الآن أقوم بقطع هذه السرطانات، ويجب محاربتها، وخصوصا في هذا الفصل، لأنها تأكل كما قلت غذاء الشجرة، ويصبح نمو الشجرة في الأسفل وليس في أعلى الأغصان. أقوم بجمع هذه العيدان ووضعها بجانب الشجرة. إذا قمنا بالسقاية، أيضا نقوم بقطع الأغصان التي لا نرغب بها، الأغصان التي لا نرغب بها ونعرف بأنها لا تثمر، سنذهب إلى شجرة أخرى. إذا نقوم بمراقبتها، علما بأننا في فصل الخريف قمنا بقطع هذه السرطانات، ومع ذلك تظل تنمو هذه السرطانات، وخصوصا في فصل الربيع إذا أقوم بقطع هذه السرطانات. كما نرى هذه السرطانات، وكما قلت، هي مؤذية للشجرة، وتتأثر بها الشجرة بشكل كبير. أيضا هناك بعض الأغصان المكتظة والتي لا تثمر، أقوم بقطعها وإزالة كل الأغصان الصغيرة، وهذه الرعاية يجب أن تكون مستديمة. إذن على الفلاح أن يقوم بجولة حقلية ويزيل كل السرطانات وكل الأغصان الصغيرة وتنظيفها بحيث لا تنمو، ويراعي في ذلك أن يقوم بالقطع بشكل موازي ومساوي للفرع الذي قمنا بقصه. نذهب إلى شجرة أخرى في هذا البستان، رغم أننا نقوم بالسقاية، وكما ترون سنرى إن كان هناك بعض السرطانات التي سنقوم بقطعها.
ويراعى في هذه الأيام أن نقوم بالسقاية كما نقوم الآن بسقاية الأشجار، كما نقوم الآن بسقاية الأشجار، وسنرى في الحقل كيفية سقاية هذه الأشجار. نحن نسقي هذه الشجرة ونرى أنها نظيفة من الأسفل من السرطانات، ونقوم بسقاية شجرة أخرى. شجرة أخرى نقوم بالبحث عن السرطانات الموجودة في أسفل الأشجار ومن شجرة إلى شجرة، وهذا عمل حقلي، وهذا عمل حقلي يجب أن يداوم عليه الفلاح وأن يقوم بقطع كل هذه السرطانات. أيضا إذا كان هناك بعض الأغصان التي تصل الأرض يفضل إزالتها قبل أن تنمو في فصل الربيع وتكون على هذه الشجرة. سنرى بعض الأغصان التي تصيب الأرض ويجب على الفلاح قطعها في فصل الربيع، كما هذا الغصن. نرى هذه الأغصان أنها وصلت إلى الأرض، لذلك أقوم بإزالة فقط الأغصان التي تتجه باتجاه الأرض. طبعا هذه الأغصان يجب إزالتها منذ زمن، وإن لم تستطع إزالتها أو أنها نمت فيجب إزالتها بهذا الشكل وتركها قريبة من الأرض، ترك بعض الأغصان قريبة من الأرض، وتنظيف الأغصان الصغيرة والتي هي في الظل أولا، وثانيا هي أيضا لا تثمر، إذن يقوم الفلاح بهذا العمل في فترة، في أي فترة تكون مناسبة وأثناء رعاية الأشجار. نذهب إلى شجرة أخرى ونقوم بقطع، كما ترون هذه الشجرة يمكن لهذه الشجرة أن تزال أغصانها التي تصيب الأرض والتي تنكس باتجاه الأرض كما في هذا الغصن، وطبعا إزالة الغصن الذي باتجاه الأرض السبب أنه يصيب الأرض ويجري احتكاك ما بينها وبين الأرض، وتذهب جميع الأوراق ولا يستفيد منها الفلاح كما ترى. إذا نرى أنها نتيجة احتكاكها في الأرض لا تفيد وإنما تضر الشجرة وتأتي لها بالأوبئة. أيضا الأغصان العلي التي في الأسفل وعليا ولا تفيد، بالإضافة إلى الأغصان اليابسة مثل هذا الغصن وهذا الغصن، تزال بين فترة وأخرى. إذا الفلاح يقوم بالتقليم دائما، ولكن لا يقلم تقليما جائرا، وإنما يقوم بالتقليم في الفترة التي يراها مناسبة للإزالة. لذلك قمنا بهذا التقليم. كان معكم من ريف حلب عبود عيسى، أشكر متابعتكم وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.